وانا بنزيد عليه نبي نطلب من الدولة تعدل في توزيع الغاز الطهي، لان سبها ما نقدرش تغطي المنطقه الجنوبيه بالكامل، لان الدواره في سبها ممكن قديمه، ممكن لها فوق من 30 40 سنه. فالمنطقه الشرقيه والجنوبيه في الاونه الاخيره في الخمس سنين او اربع سنين جابوا لهم دوارات جديده، والدواره الواحده ممكن في نص ساعه تطلع قريب 30 40 شيشة غاز، يعني اسطوانة غاز. فنطلب من الحكومات ان تعالج المشكلة هذه، لان الجنوب المستودع سبها مش راح يغطي الجنوب كامل، بيصير عجز مهما يكون بيصير عجز. والمنطقة والشمال يحاولوا فيه الرخص كل انت على الجنوب على سبها، وسبها ريت الدوارة، السائل موجود بس الدوارة يعني ما تغطيش هذيك التغطاة. فنطلب من شركة البريغا النظر في الموضوع هذا، والدولة حتى هي تنظر في الموضوع، لأن الدولة حتى هي مسها، لأن المواطن كمحصل غاز يتجه للضي، والضي راح يأثر سلبا على الحكومة، بيصير في أحمال، بيصير فيها راح يأثر سلبا. فالحكومة والشركة البريغا والمواطن واقعين في مشكلة واحدة. فنطلب من الحكومة وشركة البريغا تعالج المشكلة هذه، حتى يوزعوا الرخص على مجموعة في سبا، مجموعة في منطقة شرقية، مجموعة في مسراتة، بحيث تغطي المنطقة الجنوبية. بس بالشكل هذا راح الأزمة مش راح تنتهي. 50 دينار الغاز، الله وين معقولة؟ وما لقيناه، حتى 50 ما لقيناه عندنا. شنو مرتبنا؟ شنو اللي بنعيش فيه؟ أنا اللي أعطينا إياه زي 1500 ولا 1700، كان 100 جنيه ولا 200 جنيه، شنو بيسوى؟